الله يجزيكم بخير. الله يرحم لكم الوالدين. وانا ما فحاليش مع سبعه الاستاذ في اليدين الهدين، وزيد عندي بنيه ومجوج وكاري وكاري 14000 ريال، وكان غالب الله كنطلب لاكريز بنتي كنمشي كنطلب بها، ومشيت هزيت الميريز وكندور شي محسن اللي عاوني فيها قبل هاد التوحيمه هادي، وبنيه وكانت ولد كنقول في خاطرك وكان ولد ميهمنيش ميبقاش فيا الحال هات ولد، ولكن الدريه غتكبر معقده وتكبر وتدور فيا تقول لي با انت ما ديتيهاش فيا ما درتيش ليا، وانا ما عندي صحه الغالب الله وضربني طاكسي وهرب في المحطه ديال ولاد زياد. عام دابا هرسني برجليا بجوج ومضروب في الراس، ها شهاده طبيه هي عندي فيها 156 يوم، هيا نجبدها لكم دابا نوريها لكم تشوفوها تقراوها. وانا ما فحاليش ومراه عندي هي شلحه برانيه، تا هي ماشي بنت البلاد، شلحه برانيه بالهضر ما تهضروا معايا وغادي تعرفوا صوتها، وراه كان هي تعاود لكم، راه كنهزها بنتي كنهزها في يديا في الليل ونطلب كنطلبوا الله باش كنسلها لي كلش الحليب. وهي تا هي كانت مرضات طلعت لها مو جلود وفتحات عليها ديك بزوله ما بقاش كتردها، ودابا انا كنخرج نطلب كنتوكل شي كنطلب باش نشري لها الحليب وليكوش. هادشي اللي كاين الله يجازيكم بخير، وبغيت شي محسنين يعاونوني في الكرو والموضه الغال الله، انا كنخرج نطلب كنطلبوا الله الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين، الله يجعل ربي يحفظكم الله يخلي لكم صحتكم. البرز برجليا بجوج ربعة الهرسات، هاد اللي مليا فيها ثلاثة وهادي فيها هرسة، وانا داير العكاز عام دابا بيني وبين الدريه بنتي 15 يوم باش درت كسيدة تزات عندي البنية، والغالب الله هاي شهادة طبية عندي، وهامت تصاور ديال الحديد ديال تصاور ديال رجليا هاهما كاينين. 11 شهر قريبة تكمل عام فيه التوحيمة، بغينا شي محسنين اللي غيعاون الله يرحم والدين، حيت غير كرينا بيت ما كان اللي غيخلصنا الضو والماء، هو اللي كرا غير كيعاوننا الناس. السلام عليكم الوالدين، الدريه بغينا الا الا نشوف شي محسن يعاوننا باش يدير لنا شي حاجه، وراجلي مترس عام هادي وشي حاجه ما خدام لا والو مازال ما خدام